صباحكم سعيد. لازلنا في الكلوب ميتينغ بوت. دابا اليوم ان شاء الله غندوزو الحلقه الثالثه وغادي يعجبكم الحال. لي بلا ديال كيمو ديال ليجند داخل الوطن وخارج الوطن. وصباحكم سعيد. غادي ناخذ المربعات ديال الفرماج كيف تتشاهدوا. غادي ناخذ الجبن. هذه المرحله الاولى ديال لي بولات دو فرماج. ثاني حاجه غادي ناخذ شويه ديال المعدنوس تقريبا واحد المعلقه، شويه ديال الزعتر باسكو الزعتر تيمشي مزيان مع الفرماج، شويه ديال الملح لان الفرماج مالح، والبوسه ديال ما نساوهاش، ونص معلقه ديال الثوم. القيطه ديال الزيت البلديه ونعجنوا الخليط ديالنا. ناخذ فيلي دو داند، شوفوا كي غادي نقيو فيمي. هذا غيكسر لنا لوغو. عندي اليقين يعجبكم هذا الطبق لان فرماج جديد مع غادي تقلى بلا شابلور سافا دوني ان غو تري تري تري. فوالا فوالا من بعد ما وجدنا لي بول ديالنا رديناهم في لاشابلوغ وديناهم في الحليب في البيض في الحليب. دابا غادي ندوزو للقلي ديالهم باش نحطو لكم لا بريزونطاسيون. مشاهدي الكرام، لي جون زوينين، الطبق ديالنا هو وجد، ها هو هذا كيف تتشوفوه، لي بولات دو فرماج مع لاصوص، مع الزويوخات كيف تتشوفوا، هادي راه عبارة على طابل ديال البيار، باش نلعبوا البيار، لأن حنا في صال دو جو، وتبارك الله عليكم، كيمو توجور افيك فو. هذا كيمو، هذا كيمو برافو عليه. وجاوب على السؤال والهدية مربوحة وجاوب على السؤال.